منتابع مشاهدينا فقرتنا لا صباح اليوم، نوصل لفقرة لا نعرف أكثر عن الشعر المستعار خلال فصل الصيف. معنا اختصاصية الشعر أمال عواد. صباح الخير أمال. صباح النور. كيفك أنت؟ ماشي الحال. اشتقت لك. وأنا كمان، دايما هيك بتنوري لنا صباحنا، وخاصة مرسي. بس نكون بقى نحكي عن شيء كتير أساسي بالصيف يلي هو شعرنا. بنعرف أنه خلال فترة الصيف بنروح كتير على البحر، بننعجق بالنهار، بكون عشية أوقات كتير عندنا مناسبات من بعد نهار بحر طويل. نعم. وما بنعرف كيف كتير نهتم بشعرنا أو نقدر نروح عند الكوافير، إن كان من ناحية اللون الشعر إذا كان مثلا مش كتير ملحقين نظبطه، أو حتى من أنه نعمل شعرنا بطريقة مرتبة. دايما منستفيد من وجودك معنا كرمال نعرف قديه في شعر مستعار ممكن أوقات كتير يحل محل شعرنا الأساسي، ونقدر نستفيد أنه نعمل عدة ستايل بشعرنا. نعم. خبرينا. هيدا الحلو أنه اليوم الست ما بقى تعتلهم، نحن منحل لها كل الأمور ببداية هيدا فصل الصيف. إن شاء الله بيكون صيف عامر يا رب، بالسلام والمحبة وازدهار لبنان، هيك نرجع شوي نشوف سواح ونرجع حياتنا الطبيعية على الأقل. بتعرفي والظروف الاقتصادية كتير مهمة، صرنا نفتش على شيء يعني بديل إنه نساعد الست إنه توفر على حالها. صح. توفر على جيبتها، يعني مثلا بتحط مرة حق القطعة بس بتوفرهم مرات. صح. خصوصي مثل ما قلتي انه اللي بتنزل على البحر، اللي بتفوت على الجيم، وبايام الصيفية حتى لو ما راحت بس تعرق نتف الشعر بنوبر. صح. نحن في عنا كتير قصص انه فينا نحن يعني نستبدلها، يعني بتطلع لو شعرها مي بتقدر في قطع تحطها وتمشي وكأنه عادي ما في شيء ابدا. صح. ونحن يعني ما بقى تعطى الهام. نحن هون أمال ما بنكون بس عم نحكي عن الاكستنشنز، عم نحكي عن القطع الحلوين اللي عندك. لا ما في مش كله اكستنشن. لا يعني هي كلمة على كل شيء بقولوا extension، بس هي مش extension. في غراب، في بيروك، في بونيتيل، في جدولة، في شينيو حادرة، في هيك حتى في عندك قطع معينة أمال بتحطها وبتمشي أماكن على الشعر نحن ما بنكون مفكرين فيهم، وبيعطوا فوليوم. نعم. كتير حلو. نعم. هي الست ما بتعرف انه في هيك أمور. يعني تخيلي شعرك ماي بلحظة بتضبي في قصص بتحطها وبتمشي ما بتعطل. كتار أمال من السيدات بيعطلوا هم شوي، بيقولولك انه نحنا يمكن ما رح نعرف نحطهم، يعني او رح يكون صعب علينا انه نوع الصبح او بس نخلص مثلا من البحر انه نحنا نركبهم. هون كمان بيجي دورك انه السيدة بس تروح لعندك انت بتعلميها كيف بتحطهم بطريقة كتير سهلة. أكيد نحن ما منعطي قطعة لزبونة نبيعها إياها إلا ما تفل من عنا بتكون كتير راضية ومرسي كتير وشو كتير حلو وبتعرف كيف تستعملها وكل شيء، يعني ما في شيء صعوبة بالنسبة لها. أوكي. خلينا أمال نبلش نشوف الفيديوز هيك ليعرفوا المشاهدين أكتر إنا. نحن عن شو عم نحكي ومنعلي عليهم هن وعم يقطعوا أمامنا على الشاشة. أوكي. شوفي هيدي الصبية لك يعني بنت غدورة، لك شعرها قديش ضعيف لحظة. أوكي. يعني بالصيفية قدي العرق مثلا ببين لي أكثر أضعف. شوفي بقطعة صغيرة لاحظتي كيف سكرني لها الفراغ وساعدناها ورجعت ناتورال كأنهم هاو شعراتها. لاحظة قدي قطعة صغيرة. يعني هون حتى ما صغيرة بس فعلا كبير. ما بتضايق أبدا. شوفي حرام قديش انبسطت. واو شفتي شو حلو لك كتير حلوة. يعني كنا عم نشوف هون كمان قدي سهل انه تحطها يعني بثواني. كتير بثواني بتشيلها وبتحطها، يعني هي ما بتصدق انه هيك حيكون النتيجة فورية. يعني عرفتي كتير حلوة وتغيرت. يعني عبت لها كل الفراغات. شفتي حتى من ورا ليك لاحظت كيف غطت لها كل الفراغ اللي موجود وعملت لها فوليوم حلوة وبومبي وكل شيء. حتى لون الشعر أمال هون كمان كتير مهم نحكي انه قدي هيدي القطعة انت بتشوفي الشعر اول
شيء نوعيته ولونه، وعلى أساسه بتنقي القطعة اللي لازم تنحط تمشي مع الشعر بشكل كتير طبيعي. أكيد نحن مستحيل نحط قطعة، أول شيء بدها تكون نفس لون شعره تتناغم مع بعض، يعني يندمجوا مع بعض، ما يبين إن حاطين له شيء. وتاني شيء نوعية الشعر اللي موجودة عنا يعني هي اللي كل شيء إذا بدك، لأنه أي لون بتقدر تعملها تغيرها، أي لون يعني بتعملها سيشوار بتعملها فير اللي بدها إياه بتتصرف فيه. يعني حلو أمال أنه هيدا القطعة ممكن تبقى ما عندها كتير فترة طويلة، لأنه فيها حتى إذا غيرت لون شعرها ترجع تصبغها، حتى إذا مثلا عبالها تعمل ماش فيها تعمل بدها إياه. أكيد بتصبغ شعرها وبترجع بتصبغ القطعة بلون شعرها، حسب لون شعرها. وهيدا الشيء يعني كمان كله متوفر عندي، تغيروا الاثنين سوا. خلينا واذا حبيت عنا نحن منغير له يعني منوحد للون القطعه مع شعره اذا حبيت. حلو خلينا نشوف بعد فيديو امال شوفي عليك. هون في كام عينه للمدام ما في شعر ابدا، هيدي الكامش الا تكون كانسر، في كتير مشاكل بتجي نفسيه يعني فجاه بهر الشعر مثلا ولا شعره، لاحظي بلحظه صغيره غطت كل شيء وبينت ناتورال وكانت كتير كتير مبسوطة، يعني قديش فرحانة انه هودي شعراتي. نحنا شفنا الصورة تبع شعرة قبل ما ينزل هيك كان شعرة والقطعة حضرني لإياها ولبسناها إياها وحست على حالها انه هيدي هي رجعت يعني مثل ما كانت قبل. أمال في كتير شيء يعني بيحكوا عنه الناس اللي هو الفرق، يعني عندك الحلو بالشعر المستعار انه ما منحس انه الفرق الشعر منه طبيعي، يعني وانا شخصيا من الاشخاص اللي بروح لعندك وبستعمل من الشعر اللي عندك اياه، وبعرف قد ايه اول شيء النوعيه تبعه حلوه، ثاني شيء اذا حدا بده يحط بيريوك خاصه الاشخاص اللي عندهم كام عيان او كانوا عم يعملوا كيميوثيرابي او حتى مثل ما قلت عندهم شيء نفسي ادى لتساقط الشعر، دايما البيريوك هالقد طبيعيه لانه الفرق هالقد طبيعي. شوفي بدي اقول لك شغله، هيدي اساس الشغل اساس الشغل اللي هو مش مهم نبيع القطعه للست، المهم تطلع من عنا مبينه ناتورال 100%. هي ما بتصدق حالها انها حاطه شيء، بتفكر حالها انه رجعت مثل ما كانت قبل. حلو. مثلا ليكي انا بيريوكتي شوفي شو ناتورال، قلت لك انا اول ما جيت قلت لك مغيره قصه شعرك، قلت لي هيدي بيريوك ابدا ما مبين، عملنا شوي نيو لوك بس ليكي الفرق، شفتي شو ناتورال. هلا انا حطيتها مش حطيتها لاني عايزتها، حطيتها لانه شعراتي مش مرتبين بس وعيتك الصبح انا اليوم لترجع على صباح اليوم وجينا بكير ركبنا البيريك ومشينا حطينا البيريك ومشينا. كثير سهله يعني كثير بتسهل للزبونه حتى بايام الصيفيه صح، يعني تخيلي قديش في ستات يعني ما بيقدروا ابدا صح. عم نشوف كمان فيديو امال شوفي هون البنوت، هون البنوت كان عندها مشكلة صحية أخذت دواء ونزلوا شعراتها لكي شو صار رجعناه لياهن مثل ما كانوا تمام. واو. هيك كانوا شعراتها إف. شفتي كيف كانت قبل ولكي كيف صارت بعد. واو. لكي حرام شو مبسوطة وحاسة حالها أنه هاي أنا رجعت مثل ما أنا يعني ما بقى حلو هون أمال أنه فرجيتي قد الشعر ممكن يكون كتير قصير ما يبين، لأنه ما يبين أنه نحط extensions أو أنه تخيط الشعر لأنه هالقد بتعرفي كيف تعملي فورم الراس بطريقة ناتورال. نحن منشوف الست كيف كان شعرها ونفس شعرها منحضر القطع ومنعمل إياه، حتى هي بتحس انه لا هودي شعراتي رجعوا يلي كانوا مثل اللي كانوا راحوا رجعوا، يعني ما منحسسها للزبونة بهالطريقة، يعني بيضلوا شعراتها لحتى كان طول شعرها الطبيعي. هون كمان شوفي هون كمان هون ما بدها تصغرها شعراتها طوال وما بدها تقصهم، حطينا لها غره نحن
فيها تحطها وتشيلها الساعة اللي بدها. لك شو مهضومة وشو حلوة، خصوصي هلأ أيام الصيف مثلا بترفع لفوق، ترفع شينيو، ترفع اللي بدها إياه. لك تعمل لك هي بالبيت ايه، شوفي شوفي مهضومة لك شايفه هي لحالها بترتب حالها بحالها، لاحظتي؟ كثير حلو. اي حتى اذا شعراتها مي حتى فيها تتصرف بهالطريقه، تحط الغره ويكون تحط الغره هي نعم. تعمل اللوك. هيدا الحلو، هي ست الواجهه تبعها، وجهه شعرها يعني الوجه هو الشعر طبعا. اكيد اكيد طبعا. يعني الواجهه الحلوه لازم تكون، عرفتي؟ هون امال كمان النفسيه كثير بتلعب دور، يعني انت من الاشخاص اللي كثير بتغيري من نفسيات الناس، يعني طبعا في ناس بيجوا كرمال يغيروا لوك هيك يعملوا لوك جديد، بس كمان في ناس بيكونوا جايين عم بيعانوا من أكيد. من شيء كثير زعجهم بحياتهم. اكيد. وقد ايه هيك بتحسي انه انت الزبونه بتطلع من عندك مبسوطه؟ يعني بصراحة بكون فرحانة كتير كتير لشغلة وحدة، فرحانة اني ريحت نفسيا وقدي بنبسط وقت بتقول ميرسي كتير ريحتيني، نفسي ترتاحت، ما بقى حاسة حالي بني شي، بتحس انه غيرتي بحياة شخص، يعني لانه كمان قد ما تكون النفسية تعبانة الشكل هو شيء اساسي. اكيد اكيد، هي الست معلقة روحها بشعرها، يعني لما بتشوف شعرها شكله مش حلو، شكله خفيف كيف عم بهر، عندها مشاكل جلديه مثلا، ثعلبه صدفيه، بتاخذ ادويه، هذا الشيء بياثر يعني كثير على هاي نفسيا اكيد طبعا. ومنهم كثير يعني ما بدي فصل كثير يعني بينتفوا هن شعرهم، هيدي الحاله كثير كمان يعني بيعانوا منها. بقى يعني ما قالهم غير انه يتوجهوا لعندك هيدي ايه، يعني بتلاقي حالها انه خلص يعني ما بتعود تمد ايدها على شعرها، تخيلي انه شو بدها تقبع القطعه ما فيها بقى ما بقى فيها تقبع القطعه. العواد دايما بتنورينا، وعن جد يمكن ان انت من اكثر المراكز اللي بيعتنوا بالسيده بطريقه كثير حلوه وبيرجعوا لها هيك الثقه بنفسها انه تحب شكلها وتحب حالها. شكرا لك، ان شاء الله بنشوفك كمان معنا بحلقات لاحقه. ميرسي كثير. شكرا لك للNBN للنيو تي في، وميرسي، بشكركم كلكم.